هي كالتالي، معناها ليلة السبت يمكن نهار الجمعة في الليل على الساعة 9 أو 9:30 مساء، معناها تم ضبط شخص يسأل علي هنا أنا من طرف بعض عناصر من الشباب، شبابنا المناضل في رديف، وتم اقتياده إلى مركز الأمن، معناها وبالتحقيق معاه معناها اعترف بحقائق معناها وبمعطيات، قدم معطيات خطيرة شوي، ومعناها قال أنه مجند لاغتيالي وسبق تجنيده معناها ضد الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، ومعناها أعطى تفاصيل حول هذه القضية، معناها حتى الموعد اللي مع الأطراف اللي جنداته، والمبلغ المالي اللي باش يتسلمه، وين باش يتسلم السلاح هذايا، معناها تحديد الموعد نتاع تنفيذ العملية. هذه أقواله معناها الأخيرة اللي اعترف وأصر عليها، معناها وقال أنه مستعد للمواجهة ومستعد لمواجهة الناس هذوما من القضاء. وتم استدعائي هنا من طرف الفرقة معناها وأخذ أقوالي، كذلك تم استدعاء الشهود وأخذ أقوالهم، ومعناها الفرقة العدلية باش يحيلوه لفرقة مقاومة الإجرام في تونس لمزيد التحري ومزيد معناها التحقيق مع الأسماء اللي ذكرها، مع الأشخاص اللي ذكرهم. واحنا طالبنا معناها بكشف الحقيقة معناها كاملة وتتبعه في الحالتين، في حالة معناها إذا كان العمل هذا واللي قالوا حقيقة، أو في حالة إذا كان اللي قالوا كذب، كيف في كلا الحالتين هي معناها جريمة، احنا نصر على تتبعه فيها معناها وننتظره. هو معناها الأسماء هذه هو ذكرها معناها تنتمي إلى حركة النهضة بالجهة، هذا كلامه والعهدة عليه.